انا هسالك في جزئيه بغض النظر عن اقامه بطوله الامم الافريقيه ولا لا. امبارح الراجل اعلن القائمه اللي هتروح بطوله الامم او القائمه المعده لبطوله الامم، بين قوسين بغض النظر عن بطوله الامم الافريقيه نفسها، بس ده احنا بنفكر في طريقه تفكير الراجل او عايزين نتكلم عن طريقه تفكير الراجل او عايزين ندخل جوه دماغ الراجل بعد تجربه كاس العرب هو وصل لايه. الله ينور عليك. ففوجئنا مثلا انه الراجل مش حاط حسين فيصل في حساباته. ده اكبر مكتسب إيه انت قلته واحنا قلناه بالظبط، انه حسين فيصل من مكتسبات مش واخد طارق حامد مثلا، وطارق واضح انه مش بس في حساباته في البطوله العربيه مش موجود، ولا حتى في بطوله الامم. ففي حاجه انا ممكن تشرحوا لي رؤيه الراجل عامله ازاي بعد بطوله الامم؟ طبعا ما ده السؤال اللي احنا واحنا نعرف منين. ساعه الجد اللي زقها في اي حد. لا بس اي حد. المسألة بالنسبة لي مبنية في الأصل على أنه رايح البطولة العربية بنية التجارب فعلا وبنية حاجات مستقبلية من وجهة نظر، بمعنى أنه بيدي دقايق لعب. مثلا هو لو حاطط في دماغه بطولة زي كاس الأمم أو تصفيات كاس العالم ما أعتقدش كان استدعى أصلا مروان داود. إنما مروان داود النهاردة أخد خطوة هتساعده في المستقبل. المستقبل ده يكون في وجود كارلوس كيروش او لا، عشان كده انا بالنسبه لي هي تظل من المكتسبات. ان حسين فيصل وقت ما تحتاج تستدعيه في اي مرحله من مراحل الزمن بعد كده، هو مش جاي المنتخب لاول مره في حياته ومش جاي يلعب ماتشات كبيره لاول مره في حياته، ماشي. فهو بالنسبه لنا مكسب. ففكره ان هو استدعى اكتر من لاعب وشاف اكتر من لاعب وجهز اكتر من لاعب، هو واضح ان هو مش جاي يحضر المنتخب للبطوله التاليه. هو جاي يحضر مجموعه اللاعبين اللي هو شايف ان هم ممكن يبنوا لبنه للمستقبل. بمعنى ادق ده برضو معاه نقطه تانية، احنا بقى نفسنا نحب نسلط عليها الضوء بالنسبه للناس اللي بتتكلم في الموضوع ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش عايشين المعسكر، فانا ما اقدرش اقول هو حسين فيصل عمل ايه في المعسكر ممكن يخلي الراجل يشوف انه مثلا على سبيل المثال ان بعد مباراة الجزائر المباراة التالية استعراض جدا من حسين فيصل، المباراة اللي بعدها المباراة امام المنتخب التونسي غائب تماما عن المشهد. ربما يكون الراجل شايف ان هو انت مشروع لاعب جيد. بس هنا بقى نقطة مهمة قوي لحسين فيصل، قوي نصيحة لحسين فيصل، ان دايما وانت بتقيم اي لاعب بتشوفه لاول مرة تقييمك ليه بيبقى سهل. بمعنى انت ترقيصتين ليه من اصل 5 محاولات كفيله بانه ياخد عينك وتقول الله. بس المرحله التاليه بقى في التقييم بتبقى اصعب كتير. انت شفته نجم او انت شفته ان هو موهوب، فبتشوف بقى تاني مباراه انت ايه اخبارك ايه القرارات بتاعتك عامله ازاي، فتبتدي تحاسبه على الباص الغلط برغم ان انت كنت في الاول مديله الاريحيه دي لانك شايف انه لعيب صغير. دلوقتي ما بقاش في عينك لعيب صغير. فبالتالي التقييم بتاع حسين فيصل نفسه اختلف، هو سقط نقله زي ما بنقول. وبالتالي بقيت انت مستني تشوف التاثير بتاع النقله اللي اتسقطت دي جاب معاك ولا لا. فربما يكون الراجل شايف ان هو ده حدود حسين فيصل في الوقت الحالي قياسا بالبطوله القاريه الكبرى اللي عندنا. وهي دي النقطة دايما اللي ممكن نفضل نتفق ونختلف عليها.